السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه دي دو سامودي. النهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقه اللي مهمه بزاف، وهي في الحقيقه حصريه على القناه ديالي دي دو سامودي. هذه الحلقه كتكلم على الانثى، يعني الام ديال الارانب اللي وصل عليها الشهر يعني، وكتنفر ولادها قبل من الوقت. وحنايا خصنا نستافدوا من هاد الفطام الاخر رمق يعني ديال الحليب، يعني خصها تبقى ترضع حتى 30 يوم. حنا كيفاش هاد الطريقه غادي نديرو؟ كاينه واحد الطريقه ابتكاري، وهي خصنا نعودوا الصغار على انهم اول حاجه خصنا نبعدوها على الصغار ديالها. كما كتشوفوا راه هو واحد السلك راه فاصل بيناتهم، انتما هي الفطام ما خصهمش يبعدوا في خطره على الام ديالهم، ولكن نخليوهم فاصل بيناتهم واحد السلك باش يتونسوا مع الام ديالهم. سمو غادي نديروا، انتما كما كتلاحظوا هما راه كيشموا فمهم، ولكن حنايا خصنا حنا اللي نتحكموا في الرضاعه ديالهم. يعني هاد الطريقه هادي راني دايرها وجربتها شحال من خلفه وصدقت، هي سمو هي خصنا حنايا اللي نتحكموا في الرضاعه ديال الام، ماشي نخليوها هي اللي تدخل عند الصغار ديالها وترضعهم. هاد الطريقه خصنا نديرو اول حاجه نعودو الام على واحد الوقيته اللي غادي ترضع فيها، يعني ماشي نقولوا صافي غادي نشدو الام ونجيبوها عند الصغار نديرو واحد اربعه المرات ولا خمسه المرات، لا، جوج اسابيع الاولى حاولوا انكم تبقى تحيدوها وتردوها، ماشي مشكل، ولكن خاص العدد ديال المرات ديال الرضاعه خاصها تكون ثلاثه المرات في النهار، يعني في الصباح وقيته ديال الظهيره وفي الليل. صافي الليل حيدوها على 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 الصغار ديالها وخليوها تبات بوحدها باش ترتاح، لان ملي كيبداو يكبروا اصلا كيبداو يديرونجيو. ومنين الاسبوع الثالث حاولوا انكم تردعوا غير جوج مرات. علاش؟ يعني مره في الصباح ومره في العشيه، علاش؟ هذا السؤال الاجابه ديالو هو ان حتى هي الا مشيتو تعطيتوها للذكر يعني مباشره من بعد الولاده، يعني كاين اللي كيدير هذه الطريقه وكاين اللي كيخلي واحد خمس ايام باش كترتاح الام. الا درتو الطريقه ديالي انايا انا كنعطيها مباشره من بعد 8 السوايع كنعطيها للذكر، يعني كتولد تقدر تولد على ولادها هما معاها، يعني باقي ما تفطموش لان الفطام كيكون على شهر. انا اشنو كندير؟ كنخلي الرضاعه انا اللي نبقى نتحكم فيها، يعني كنبقى نجيب انا الام كنجيبها عند الصغار بما ترضعهم صافي، ونرضعوا ثاني الام المكان ديالها. سمو كيوقع كنولي انايا اللي كنتحكم في الرضاعه، حتى الا هي بغات تولد ماشي مشكل نخليها تولد على خاطرها، ولكن ماشي نخلي مع الصغار ديالها وهي غادي تولد في واحد اللقطه اللي نكون انا ما حاضرش، والصغار ديالها يعني راه في عمر شهر راه كيكونوا تبارك الله بداو يبانوا ديك الساعه، الى يلقاو قدامهم الخلفات كونوا متاكدين ما ديك الخلفات ما غاديش يصدقوا، لان اما غادي يجرحوهم اما غادي يطلعوا فوق منهم، المهم وغادي يوقع واحد الاكتظاظ. ما يمكنش ان في عمر شهر انت مخليه كتقولي هو صافي راه اليوم غادي تولد، اليوم تولد، تقدر تولد في 30 يوم، تقدر تولد في 29 31، نتوما ما عارفينش بالضبط الوقيته اللي غادي تولد فيها. لذا سمو غادي نديرو، غادي تبقاو نوريكم الطريقه، يعني باش ما تكرفصوش حتى الانثى خاصكم ديروا واحد الطريقه اللي الشده ديالها. اولا خاصكم تدبروا واحد الصندوق او كرتونه او اللي كان يكون عندكم، تشدوا الصغار. انا غادي نوريكم الطريقه، غادي نديرها يعني براتيك يعني تطبيقيه، لان شحال من كومونتير قالوا لي خصك تبقى تورينا داكشي بالتطبيق ماشي غير ب ب ب ب يعني مواضيع بالهضره. بغى شحال من واحد قال لك لا ورينا التطبيق. انا راه الاشاره ديالكم الطريقه هي كالتالي، تتابعوا معي الطريقه ان شاء الله. قولوا بسم الله. اذا الطريقه هي كالتالي، اول حاجه حطوا النتوه بوحدها، هانتوما كما كتشوفوا الصغار ديالها انا درتهم في هذا الصندوق هذا ها هما، ولكن النتوه ماشي تشدوها مباشره وتخلعوها، حطوها في واحد المكان بحال هكا وخليوها لمسوا عليها واحد شويه باش هي كترتاح
يعني ملي كتحطها مع ولادها كتكون حيدتوها من الكاش كتكون بحال اللي خايفه. هانتوما تبارك الله خصك تلمسوا عليها واحد شويه هكا، حاولوا تحطوا لها راسها في الارض باش ما تبقاش تعافر. تحطوا لها راسها في الارض هكا ولمسوا عليها واحد شويه حتى تحسوا بها ارتاحت هكا. دابا غادي نهزها وغادي نحطها مع الصغار ديالها، ولكن شوفوا الطريقه انكم الى هي خافت منهم ولا تديروا جوا ملي كيبقاو فيها من هنا ثم كيوقع تقدر هي تعض شي واحد فيهم. انتما الطريقه هي انكم غادي تشدوا الودنين بحال هكا، تشدوا تمشوا عليها بحال هكا، يعني غادي تهزوها هكا وتخليوها ترضع، وفي نفس الوقت الراس ديالها ما ينزلش عند ولي العرس عند الصغار ديالها، لان تقدر تاذيهم تخليو الراس مهزوز هكا. ولكن في نفس الوقت هذا غير احتياط، الشده غير احتياط، ماشي غادي تجبدوا، ولكن غير حطوا يديكم بحال هكا وكمشوا هكا. اذا الطريقه هي كتسهل. بسم الله هانتوما شوفوا سبحان الله كيفاش غادي يبقاو يديروا. هانتوما ها هي راه مخليهم يرضعوا، مخليهم يرضعوا، غير هو شدوا نتوما كمشوا هكا، هزوا واحد شويه باش تقدر ترضع، وراقبوا هانتوما انا شاد لها الودنين ديالها باش انها ما تاذيش الصغار ديالها. الطريقه وهي كالتالي، كتبقاو تلاحظوا فينا هو اللي بحال نقولوا عندي مثلا واحد 10 وهي عندها 8 ديال الحلمات، غادي نشوفوا شي واحد اللي بحال اللي غادي توازنوا ما بين هنا وهنا. بحال الا كان 10 ديروا 5 هنا و5 هنا، لان الصندوق غادي يكون صغير، الصندوق كما كان. هاي دابا راه مخلي الصغار ديالها يرضعوا، وشوفوا غادي تبقى يرضعوا في الاخر غادي مني غادي يساليو. هانتوما بحال دابا هنا كاين جوج، شوفوا هنايا الاختضاض ضحتو، غادي نهز واحد لان واحد ما غاديش يلقى بلاصتو، غادي يبقاو مضاربين. هانتوما ها هو راه مزيان، لان راه كاين اللي داز من هنا ومن الجهه الاخرى. هانتوما دابا راهم كيرضعوا عادي. هانتوما شوفوا هذا ها هو شوفوا هادو راه جاوا من هاد الجهه ومشاو للجهه الاخرى. شوف مره هزوها هكا وخليوها، وفي نفس الوقت هاد الجهه الراس ديالها يكون مرتفع. شوف مسكينه هي دابا كيفاش فارقه رجليها باش عاطيهم يرضعوا. شوف سبحان الله، صافي منين تشوفوا بلي راه هي قابله انها ترضعهم حاولوا انكم تلمسوا عليها شويه. كي كتبقاو تلمسوا عليها هكا صافي هي كترخى وكتخليو الناس الصغار ديالها يرضعوا. وديما حاولوا انكم توازنوا ما بين هنا وهنا. انا هزيت هذا وحطيته لهاد الجهه، شوف هذا هو ما لقاش هاد الجهه، هاد الجهه ما بغاش تطلع لعندهم. انا نحاول نهزها شويه هانتوما بهاد الطريقه. هما دابا غيبقاو يدخلوا تحت منها ويرضعوا، ما هي سبحان الله راه عاطياهم. ها هي راه فارقه رجليها، كي كتشوفها فارقه رجليها هكا عارفه راه انها قابله انها يرضعوا منها. هانتوما شوفوا سبحان الله هاد الطريقه هادي انهم كيرضعوا ببساطه. هانتوما هانت كيقلب على الحلامه ما لقاهاش، نحاولوا اننا نهزوا له شويه هكا. ها هو غادي يدخل غادي يقلب، ها هو لقاها هانتوما. ومني غادي يكملوا راه هما غادي يحيدوا من حدمهم وغادي يمشيو، غادي يمشيو واحد البلاصه وغادي يجلسوا صافي. ونايا كنتعمد انني نخليهم واحد شويه مع امهم باش كياخذوا واحد شويه ديال الحنان كما الام كتبغي الصغار ديالها. يعني الانسان حتى هذه راه دابا كتحاول انها تلامس الصغار ديالها. هانتوما دابا راه مازال ما والاشاره انا منين بقيت كنحسب تقريبا شحال ديال الوقت باش كيشبعوا، ما بين 5 دقائق حتى 7 دقائق، 5 دقائق حتى 7 دقائق صافي كيشبعوا، كتولي الكريشه ديالهم هكا عامره. المهم انتم غير راقبوا، انتم العدد كاين هنا بزاف، نقدر نهز واحد مثلا ونديه هنا هكا ونحل عليهم، نحل عليه هكا باش يدخل يربع. انتم هنا كاينين 4، هنا كاينين ها هو هذا. انتم هاد النهار راه يعني عطاتهم لان عطيتها شويه ديال التفاف، يعني دار لها شويه ديال الحليب. انتم انها كترضع، وهذا الصندوق ماشي من لاب ما يكون هذا الصندوق، انا هذه راه غير طابل دنوي راني فصلتها وخليتها بحال هذه الطريقه. تقدروا ديروا صندوق عادي او كرتونه، انا ديما كنهضر على المتاح، اي حاجه عندكم متاحه خدموا بها واخا غير كرتونه، انها غير تكون ضيقه هكا باش هي تجمع الصغار ديالها ما يتناثروش هكا وهكا. انا هذه خدمت لي مزيان. انتم لاحظوا ان تقريبا دابا دازت واحد 3 دقائق، مني غادي يشبعوا غادي يمشي وحدها، لان دابا راه وقيته ديال العشيه لابد ما
ما خصني نردعهم في هذه الوقيته. مولف كنردعهم هادو جوج مرات، ولكن غير باش ندير لكم الفيديو حاولت انني ندير ثلاثه المرات. دابا حتى العشيه عاوتاني ان شاء الله ونرد ونعطيها نعطيهم يردعوا عاوتاني. هانتوما تبعوا شوف تبارك الله. دابا هذه هي الطريقه اللي غادي تستافدوا منها، انكم الا مشيتوا نتوما عطيتوا الام للصغار غادي تستافدوا لاخر نهار. هذه هي الحلقه ديال اللي باغي نهضر لكم عليها النهار، يعني ماشي تخليوها هي اللي تبقى ترضع، لان هي الا مشات حتى عولتوا عليها هي اللي غتبقى ترضع. تقدر تسمح فيهم، تقدر تردعهم غير مره، تقدر لانها هي دابا تبارك الله راه حامله. انتم شوفوا كرشها راه منفوخه، راني حاسب لها راه حامله، يعني ما حيلتها تردعهم ما حيلتها المشاكل ديال الولاده ديالها. يعني انتم شو سبحان الله كتعطيهم الحنان. شو اسمو كدير شو 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 سبحان الله. دابا راه كتحكحك معاه هكا، ملي كتشوفوها كدير له هكا بحال اللي كتعطيهم الحنان. انتم سبحان الله هذه الطريقه راه حصريه. انا ما عمري ما شفت شي فيديو دار هذه اللقطه. هذه سمو هي ان حنايا اللي نتحكموا في الرضاعه ديال الصغار، يعني ماشي نخليو الصغار معها في الكاج، مره تردعهم مره ما تردعهمش، لا ديك الساعه الفطام حنا غنتحكموا في 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 الجوده ديال الانتاج ديالنا. انتم تبارك الله انتم شوفوا الكرش ديال هذا، هي راه صافي راه دابا لاحظوا ان كاينين اللي شبعوا ورجعوا للور. هانتوما دابا كنتو خليتوها غير بوحدها مع الصغار ديالها ما غاديش يشبعوا بهذه الطريقه. هذه غادي غير تطلع فوق منهم شويه، غادي يبداو يلتخوا شويه، صافي غادي كتنفرهم وكتحيد. زياده انهم كيبقاو يديرونجيوها في الكاج، كيبقاو يلعبوا معاها ويلصقوا لها في الحلامات ديالها. دابا لا، دابا كي غادي تشبع هانتوما ما اداتهم ما والو. دابا كي غادي يشبعوا تيكملوا على خاطرهم، وكتنعس معاهم واحد الشويه، كتبقى تحكحك معاهم هكا وهكا. نتوما ديما هاد الانثى ملي كتكون عشار ولا كتكون والده ديما لمسوا لها بهذه الطريقه، وحاولوا تنزلوا لها راسها هكا ولمسوا عليها بواحد اللطف، وغادي تلاحظوا ان هي بدات كتعامل معاكم. اسمحوا لي كاين هنايا واحد شويه ديال البرد، كنتمنى ان الصوت يكون واصلكم بطريقه جيده. انتوما و ملي غادي يكملوا انتوما شوف سبحان الله اللي كيكمل. انتوما شوفوا هنايا، انتوما شوف هذا البابيون ها هو كمل صافي دابا راه جا. شوفوا عاوتاني هذا انتوما شنو كيديروا، كيجيو كيبقاو دابا راهم شبعوا. كونوا متاكدين ان هذه الطريقه راه غادي تفيدكم بزاف، لان غادي تبقاو الحليب اللي الفطام غتبقى تحكموا فيهم لاخر يوم. يعني حتى تولد هي عاد ديك الساعه كتولي صافي كتقطعوا ليها هاد ديال الشهر، الى شهر صافي خصو يولي ياكل صافي بعدوا عليها. ولكن كي تكون قبل من شهر خصو تبارك الله الى وزنتوه خصو يعطيه واحد الميزان. دابا انتم كتشوفوا تبارك الله كون خليته غير بوحدو انه يبقى يرضع من مو في الشهر، غادي توزنوه ما غاديش تلقاو نفس النتيجه ديال انكم تردعوا الصغار نتوما. انتم تبارك الله اللهم زيد وبارك، دعوا معنا ان هاد الصغار يكبروا. انتم ملي كتقلبوا الكاش ديالهم كتلقاهم انهم شبعوا. اما ملي كتخليهم غير بوحدهم مع في الكاج مع الام ديالهم، شو سبحان الله دابا راه كياخذوا الحنان. شو اسمو كيدير كيبقاو يتحكحكوا مع امهم هكا. دابا هذا راه ماشي نوم، هادشي راه ماشي راهم ناعسين هكا كيلامسوا. شوف شوف تبارك الله اسمو كدير شوف شوف سبحان الله شوف شوف هي دابا كتحك راسها مع الصغار ديالها وكتعطيهم الحنان. هاد النوع ديال الحنان راه الصغير راه باقي دابا كيقول انا باقي عاد صغير، باقي ما يقولش بلي انا صافي راني يعني غادي واخا ياكل يعني الخبز مدقوق ولا التفاف ولا تعطيهم شي حوايج اخرين. ديما كتبقى حنان الام والحليب ديالها هو اللي كيكبرهم وهو اللي كيعطيكم الفطام السليم 100%. يعني ملي يخرج يتفطم على مو وصافي تقول غدا ما غاديش نعطيه الحليب من عند مو، خاصها هي تكون ديك الساعه ولدت. ملي تكون ولدت صافي كتولي التغذيه ديال الخلفه الجايه. ولكن
شحال من واحد هذا هو الاخطاء اللي كيكونوا الا مشيتي ما درتيش هذه الطريقه. انا هذه الطريقه مجربه، انا جربتها مع شحال من خلفه، الا ما درتوهاش كتولي هاد الصغار هادو كيضيعوا قبل من الوقت، كتفطمهم هي كتبقى تنفرهم، كتبقى تجري عليهم لان كيبقاو يديروا نجيوها في الكاج. هذه هي الحلقه ديال هذا النهار. شوفوا سبحان الله، هانتوما شبعوا، هانتوما شبعوا وراهم كياخذوا شويه ديال الحنان. نخليهم هكا، انا كيعجبني هكا وكل شيء الطريقه من هاد يعني بقيتو كتلمسوا عليها بحال هكا، هي ديك الساعه كتهدم. ملي تهزوها وتبغي تعطيوها للصغار ديالها ماشي مباشره، انك تكون هي متوتره وحيدتوها من كاج، هي كتحسب بلي راك مشيتي غادي تاديها، لا حطوها ولمسوا عليها بحال هكا. اي نتوما بغيتي مثلا تتزوج، الا بغيتو تزوجوها ما تمشي تشدوها وتعطيها للذكر مباشره، لا ديما هذه الطريقه ماشي من هنا هكا، راه ما عندها ما دير. سيروا لها الراس ديالها هكا وبقاو بحال تنزلوا لها راسها هكا وتلمسوا عليها بهذه الطريقه بحال هكا. شحال من واحد كيقول لك لا راني كنخاف من 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 القنيه لا تعضني ولا. انتم سبحان الله هذه راه كانت قبل من ما تولد راه كانت شرسه، راني انا هذه راني متاكد منها راه كانت شرسه، كانت كانت يعني متوتره سبحان الله. هي دابا غير تعاملت معها بواحد اللطف وبقيت كنتعامل معها سبحان الله. انتم دابا كترضع ولادها، راه قريبه دابا هادو عندهم ثلاثة سيمانات وشي يومين، يعني ما بقاش بزاف، راه قريبه دابا تولد. كي غادي تولد غادي نفطم الصغار وان شاء الله غادي نوزنهم وغادي ندير لكم فيديو شحال بالضبط انني قدرت نشد الانتاج ديالي، يعني شحال ديال الميزان قدرت نخرج منه، لان كل شيء تربيه الارانب متعلقه بالفطام. شحال يعني في هذه الوقيته هذه انت ما كتصرفش عليهم هما، كتصرف غير على الام. ملي كتصرف على الام سمو كدير، كتعطيها سيكاليم ولا كتعطيها، ماشي كتعطيهاش بزاف، يعني واحد 200 غرام، حنا نقولوا 200 غرام. المهم انك خرج شي فطام بلا ما تصرف عليهم، عاد غادي تولي عندك واحد الشهر اخر كتصرف عليهم، كتعطيهم شويه ديال السيكاليم وكذا، ديك الساعه غير تسمين باش تبيع بالكيلو. اما الفطام انت باقي ما صرفتي عليه حتى شي حاجه، غادي كما هو هكا انت راك ما صارف عليه والو غير الحليب ديال الام. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، انتم سبحان الله راه ناشطه مع وليداتها. الحلقه ديالنا راه سالات، قناه جميله غاديه بالدعم ديالكم الحمد لله. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، واخا الناس كينقدونا في شي يعني الفيديوهات قال لك لا خصك دير لنا شي حاجه براتيك وتطبيقيه. انا نحاول ان ما نبقاش ندير لكم فيديوهات غير كمعلومه، ولكن غادي نحاول ندير لكم اي حاجه درتها في الكاج ديالي، غادي نحاول انني نبرورها ونديرها لكم كفيديو تطبيقي ان شاء الله. تابعونا، تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. دعمونا بزر جام، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.